مداعبة الجماع، 7 طرق تمهد لتجربة جنسية ممتعة لك ولشريكتك. تعتبر مداعبة الجماع خطوة مهمة جدا في نجاح التجربة الجنسية ككل والوصول للمتعة القصوى منها، ولعل كثيرا من الرجال يغفلون أو يختصرون تلك الخطوة راغبين في الوصول إلى الخطوة الأهم من وجهة نظرهم. ولكن على عكس ما يعتقد الكثير من الرجال، فإن مداعبة الجماع قد تكون الخطوة الأهم للحصول على جنس ممتع ومرض للطرفين. النظرة واللمسة والقبلة حتى الكلمة قبل الجماع قد تعطي الكثير من المتعة للطرفين أكبر من الممارسة الجنسية ذاتها. التركيز على نقاط إثارة جسد المرأة وإمتاعها من خلال قبل الجماع يحمل مردودا إيجابيا كبيرا على التجربة الجنسية ذاتها. وفيما يلي أهم حيل وطرق مداعبة الجماع التي يمكن أن تبدأ بها تجربتك الحميمية. مداعبة الجماع ليست قاصرة على غرفة النوم. يعتقد الكثيرون أن مداعبة الجماع تكون قبل الجماع فقط، ولكن الحقيقة أنها تبدأ قبلها بكثير. منذ الصباح مثلا، قد يفاجئ الرجل شريكته برسالة نصية بها قليل من الغزل، لا بأس بقليل من الكلمات العابرة التي تصف جمال جسدها، لمسة خفيفة أو صفعة لطيفة ببعض الأماكن التي تثيرها. بهذه الطريقة وبتلك الحركات يتراكم لديها أحاسيس قوية تجاه الرغبة الجنسية معك قبل أن تطأ قدمكما غرفة النوم، وبالتأكيد هذا يعجل من إحساسها بالمتعة بالرضا الجنسي عن التجربة ككل. مداعبة الجماع تحول تجربتك من سباق سرعة إلى ماراثون. بحكم العادة اعتاد كثير من الأزواج على نزع الملابس عنهما بأسرع وقت ممكن قبل ممارسة الجنس، وهذا بالطبع يعد إهدارا كبيرا لفرصة جيدة لا تكلف الكثير من المجهود في مداعبة الجماع. على العكس، قد يستفيد البعض من تلك التجربة أخذ وقت كبير في خلع ملابس المرأة بالذات. يمكن البداية بخلع القميص والتغزل بعدها بما يظهر من جسدها. بعد بضع دقائق يمكن البدء بخلع البنطلون أو الشورت الذي ترتديه، ثم بعدها بدقائق يمكن خلع القطعة الصدرية وهكذا. وفي كل مرحلة من هذه المراحل يتغزل الرجل بما يراه من جسد المرأة ويبدأ بملامسته وتقبيله قبل أن يبدأ في كشف جزء آخر. تساعد هذه الطريقة على إثارة جسد المرأة بشكل كبير وإلهاب شهوتها بشكل أكبر. مداعبة الجماع لا تخلو من العروض المسرحية. قد يعتقد البعض أن عروض ما قبل الجماع هي سمة أنثوية فقط، ولكن على العكس، قد يقدم الرجل لشريكته عرضا للتعري أو الرقص بغرض الإثارة أو حتى السخرية والضحك إذا كان لا يجيد تلك الطريقة قبل الجماع. تعد تلك الطريقة مفيدة جدا في انفتاح قلب وعقل المرأة للجنس، حيث تقدر المرأة ما يفعله زوجها لإرضاء غريزتها حتى وإن لم يكن بالكثير. جلسة تدليك هي أحد طرق مداعبة الجماع المحببة للمرأة. كثير هن السيدات الذين يعشقن التدليك وجلساته من الرجال، فتلك الجلسات تشعرهن بأنهن مرغوب فيهن. كما قد يستغل الرجل ذلك لإرضاء شهوته هو أيضا، لا بأس بتدليك الفخذين بطريقة لطيفة حتى الكعبين، تدليك الظهر بالكامل والرقبة، ويمكن الاستزادة بتدليك أي ما يعجبكما من جسد بعضكما البعض، فهو يضفي ألفة ويشعل إثارة الطرفين قبل بدء العملية نفسها. لتجرب أن تسألها عن دعابة الجماع المفضلة لها. تقدر كثيرا المرأة الرجل الذي يهتم بإرضائها وغمر شهواتها، فلا بأس بأن تسألها ما الذي تفضل أن تفعله لها. قد يعتقد الكثير من الرجال ذلك غريبا، ولكن المفاجأة أن مجرد السؤال يجعل المرأة تشعر بالرضا وتحاول رد الجميل. لا تتعجل في مداعبة الجماع، اعطها حقها.
إذا كنت تقوم بالمداعبة من باب سد الخانة، أو هيا لننتهي من ذلك الأمر حتى نفرغ إلى الجزء الهام، فإن المرأة ستشعر بذلك. هذا بالتأكيد ليس بصالحك، فهي ستأخذ وقتا طويلا حتى تشعر بالرضا بعد ذلك. فقط خذ وقتك وأتقن ما تفعله واستمتع به كذلك. المداعبة هامة للطرفين وليس لها فقط. الجنس الجيد ليس بالضرورة متبوعا دعابة الجماع. على الرغم من التأكيد مرارا وتكرارا على أهمية دعابة الجماع ومدى أهميتها في نجاح التجربة الحميمية، إلا أن بعد قضاء الكثير من الوقت مع الشريكة وانسجام الكيمياء الإنسانية والشعورية بينكما، قد تعلم جيدا متى علينا أن نتطرق إلى الدعابات والضحكات أولا، ومتى علينا أن ننطلق إلى الحدث الرئيسي مباشرة. نعم، ليس بالضرورة أن تقوم بممارسة مداعبة الجماع قبل كل مرة تمارس فيها الجنس، فقد تعرف ما الذي تفضلونه في كل حال بشكل أفضل.